حالة من القلق والهلع تسبب بها الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين، والذي بلغ شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، وشعرت به كل من سوريا ولبنان وفلسطين، مسببا وفيات وإصابات وانهيار مبانٍ. وزارة الصحة التركية أفادت أن الزلزال تسبب بوفاة 6 أشخاص في هاتاي وإصابة 294 شخصا بينهم 18 بحالة خطيرة، في وقت أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال، مؤكدة أن سكان مدن هاتاي وغازي عنتاب ومرسين وأضنة وأنطاليا وكهرمان مرعش شعروا بالزلزال، وشهد مواطنو مدن عديدة ينزلون إلى الشوارع خوفا من تضرر المباني من آثار الزلزالين. السلطات التركية بيّنت أن طائرات برقدار المسيرة تدعم جهود البحث والإنقاذ ورصد الأضرار المحتملة بعد الزلزالين الجديدين، معلنة إرسال 6000 خيمة ليلا إلى المنطقة من أجل المواطنين. وعلى الفور توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى ولاية عثمانية جنوب البلاد لتفقد مناطق تضررت جراء الزلزال. وعلى خط موازن وفي الشمال السوري تحديدا، أصيب نحو 150 شخصا بجروح في محافظة حلب شمال غربي سوريا وفق ما أعلنت منظمة الخوض البيضاء، في حين أفاد الدفاع المدني السوري بإصابة أكثر من 190 شخصا في شمال غرب سوريا وأكثر من 100 في مناطق سيطرة النظام، فيما استمرت الهزات الارتدادية التي زادت من الخوف بين السكان ودفعتهم للمبيت مجددا في العراء. ويأتي الزلزال الجديد بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا بقوة 7.7 درجات و 7.6 درجات طال تأثيرهما شمال سوريا، أخلف خسائر كبيرة بالأرواح وصلت إلى أكثر من 45 ألفا في تركيا وسوريا.